20 جنيه بس انت وهي في ايه؟ بص خدت الطلبات منه ب 20 جنيه وعايزها تديني 10 جنيه يا عم ال 20 جنيه بتاعتك ايه؟ اتفضلي يا استاذ حسين بس يا ست وادي خروجه انت مجنون ايه يا بنت انت بس يا بنت مش اخوك واقف جنبك ولا ايه؟ ايه يا استاذ؟ ابوس ايدك خد دي وبلاش تكلمني بالله عليك يلا يا استاذ من هنا ماشي يا باشا يلا استغربت امال فين نبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي يا اخي كنت عالثبات وهزتني واللي فات ده كان سحري مش باجي على بلانجة سيرتي انا بالي معاه مش ملكي قالت كلام قبل ما تشوفني عارفني صعب ومش مفهوم كلامي ده بشوم ايه يا ابني اخرت ليه؟ كنت بفسح ميرنا بيوم ميرنا تاني يا ابني عايزك تفهم حاجة ميرنا اختك ماتت لا ما ماتتش يا بيومي ميرنا ما ماتتش اوه لا ميرنا ما ماتتش انا لسه موجودة ميرنا هي راحت فين بحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني